Ah, bien sûr, alors. هلا واضح سميتي ايوب هذه مرتي نوال وبنتي لوجين وهذا لباس الانزو مرحبا بكم عندنا اليوم في مدينه جديده اليوم غادي تعيشوا معنا الاجواء ديال التحضير لفطور رمضان ونتمنى يعجبكم مرحبا بواضح عندي اليوم غنبداو ان شاء الله نوريكم الاطباق اللي غنحطوا اليوم في الطبله واول حاجه غنبداو بها هي لا سوب ديال بيوري غنصاوبها انا وبنتي ان شاء الله ومرحبا بكم عندنا نساعد ماما شنو؟ نساعد ماما كتساعدي ماما؟ اه انا غنعطيك هذا عاد شنو غديري انت؟ غادي تقطعيه ليا داكوغ؟ اه من القطع ماشي مشكل تما الكوزينه والشقه وداك الشيء ماشي شي حاجه مكتوبه على المراه ما فيها باس الواحد يعاون مره مره ينقص عليها شويه التمارس دابا كنحاول غير نعاونها في تقطع الدجاج باغا تصايب دي ميني ساندويتش من بعد غادي نحاول نشحر لها البصله ونشوف لها كانت شي حاجه باقا ما يدار وصراحه راه كاينه غون ديفيرونس حيت رمضان كان هو داك كتخرج كتمشي للمارشي مرتاح كتزيد على ذلك مورا الفطور كتبقى في الدار ما كاين لا تراوح لا خروج لا والو قبل الكورونا كان ديك الاجواء ديال العائله كتجمع كلشي واقف كلشي كيعاون دابا كتكيولي داكشي منحاصر عليك وعلى عائلتك على مرتك ووليداتك اللي عندك الوغ الطبق الثاني اللي عندنا اللي كيشبد دان فومي عندي لاباط ديجا واجده درت فيها دان فومي مع شويه ديال البصله مسله ودابا صوبت لاباغاي اللي غدار فوق لي كيش وابخي ندير فوق الفرماج في اليامات العاديه كان مع الخدمه بحكم الخدمه بحكم عندي البنيته وهذا تنقضيو باش ما كان غدا تقدر دير فيه اي حاجه خفيفه تحطيها الفطور العشاء كذلك ونتاج شي حاجه خفيفه فرمضان باغ كونت كنتشهاو وكنبغيو ديك الاطباق المغربيه كيف كان كيديروا كاع الاوصال الشباكيه البريوات هادشي شي حاجه ضروري خاص تكون عندنا في الطبله تنبغيوها تكون متنوعه العين كتذوق قبل الكرش دابا غندوزو لتروازيام بلا اللي عندنا ايوب قبيله ديجا دار العماره دابا غنوجدو لاباط غادي نقطعوها غادي نعمروها بهذيك الحشوه ونديروا الفرماج ونخشوا في الفران يذوبوا مع بعضياتهم ونحطوهم غني الله يخليك لا 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 ديما كتعاوني لوجين كتعاوني كدير ليا كيف كتشوفوا كدير ليا الفرماج كدير ليا اش كنديري عاوتاني لوجين كدير انا وياك ها براف اه بيان سور انا علمتها بزاف ديال اللعيبات فاش يلاه كنا تزوجنا ومي دابا هي ولات كتغلب لي صراحه كيف كتشوفوا معنا هذه الريزولتا ديال التوجات ديالنا الفطور اليوم المخيمرات لي كيش لي ميني ساندويتش واللي كيتحط في كل فطور مغربي الشباكيه البريوات سلو التمر ولا سوب بيان سور لي صوبنا كنتمنوا لجميع المغاربه والامه الاسلاميه فطور شهي ويدخل عليكم هذا الشهر بالصحه والسلامه وان شاء الله نتلاقاو كاملين مع الحباب ديالنا في ظروف محسن